السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم سابلي دو نويل اللي كيجي غزال ومذاقه رائع جدا، وحتى المقادير ديالو مقادير اللي هي صحية بزاف. نخليكم مع الوصفة. بعد ما وجدت العجينه ديالنا غادي ندلكوها بالمدلك، وغادي نحاولوا نديروا الدقيق الكافي باش ما تلصقش ليناش، ونشكلوها بدوك المطبعات اللي متوفرين عليهم او الشكل اللي حبينا باش نشكلوها به، ومن بعد ندخلوها للفرن. نخليكم مع الطريقه.